حقوق ومشاهدي موقعكم، وما زالت الانفرادات تستمر. ومعنا اليوم انفراد جديد من انفرادات موقعكم، هو الأستاذ أحمد حسن أمين عام الحزب المصري. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني نحب أن نبدأ الحوار من حيث الزيارة الأخيرة التي قمتم بها إلى سوريا. يعني أستاذ أحمد، في ظل الانتقادات الشديدة التي توجه إلى النظام السوري من بطش لشعبه كما يقال عنه، جاءت زيارتكم غير المتوقعة بالنسبة للكثيرين، والتي أثارت جدلا كبيرا على الساحة السياسية. بداية نود أن نوضح للمستمعين والمشاهدين لماذا كنتم بهذه الزيارة إلى سوريا؟ يعني في نقطتين بس. الأولى، ليست هذه أول زيارة أذهب فيها إلى سوريا الحبيبة. سوريا الشعب السوري، الوطن السوري، هم أهلنا وهم جزء من الأمة العربية، وهذه أرض جزء من الوطن العربي، ونحن نؤمن تماما بأن الأرض العربية والوطن العربي هي مكونات هذه الأمة وهذا الوطن. وأنا من المؤمنين، وجيلي كله والذين يؤمنون بالقومية العربية يعرفون تماما أن سوريا هي الجزء الهام جدا بالنسبة لمصر في الوطن العربي. سوريا هذه الذي قال عنها كل القادة العظام حتى قبل جمال عبد الناصر في أيام الفراعنة، قالوا أن الأمن القومي المصري، وهنا مسألة يعني خصوصية جدا، ما كانش لهم علاقة بالقومية ولا أي شيء، أن الأمن القومي المصري يبدأ من جبال طوس في أقصى شمال سوريا. والقائد المصري الكبير أحمس ذهب إلى هذه المنطقة ليدافع عن الأمن القومي المصري. ففي سوريا بالنسبة لنا كمصريين قبل أن نتحدث عن القومية، بالنسبة لنا هي خط الدفاع الأول في مواجهة أي عدوان يأتي على مصر. نمرة اثنين، أن سوريا كما نؤمن نحن جزء من هذه الأمة العربية، جزء من هذا الوطن العربي، وأن الشعب السوري جزء من هذه الأمة العربية، ولا يفصلنا عن بعض إلا الحواجز غير الطبيعية التي يقيمها الاستعمار والتي تقيمها بعض الحكومات وبعض الأنظمة في الوطن العربي. ومن هنا أنا حبي لسوريا الوطن والشعب والآن القيادة، لأنها تدافع عن الأمة العربية، وهي التي تدافع الآن عن شرف الأمة العربية في مواجهة هذا الغزو البربري الممول من حكام قطر، والممول ضمن المخطط الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية التي تخدم في النهاية المصالح الصهيونية، وهي كذلك تدافع عن هذه الأرض. ليس هناك ما يسمى بالثورة، وليس هناك ما يسمى بالبطش الذي تتحدث عنه في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تتم على الشعب السوري. ليس هناك بطش من القيادة. لو القيادة السورية لم تقوم بهذا الدور للدفاع عن الأرض والدفاع عن المستقبل والدفاع عن الشعب السوري في مواجهة المرتزقة والإرهابيين الذين يأتون من الخارج، وبعض الممولين من الداخل الذين انحرفوا عن الخط الأساسي الوطني، ما كان ينبغي أن نقول عن هذه القيادة أنها قيادة صالحة، القيادة التي تتخلى عن المقاومة في مواجهة كل هذه الأمور التي تواجه الشعب السوري والتخريب والتدمير الذي يتم في سوريا. إذا تخلت القيادة فهي قيادة خائنة، والحمد لله أن سوريا ليس فيها قيادة خائنة، قيادة واعية، قيادة قومية، قيادة تؤمن بالأمة العربية والقومية العربية، قيادة تؤمن بتحرير الوطن وحرية الوطن وحرية المواطن واستقلال الإرادة في المنطقة في زمن غابت فيه هذه المعايير وغابت فيه هذه المفاهيم عند الغالبية العظمى من الحكام الذين يستولون على الحكم في الوطن العربي. يعني أستاذ أحمد، أنتم لا تسمون ما يحدث في سوريا ثورة، فكيف تفسرون ما يقتل يوما بعد الآخر من آلاف، والآن وصل العدد الآن إلى ما يزيد ما يرمو على 130 ألف قتيل؟ من قتل هؤلاء؟ هل الثورة
في أي بلد من البلاد، في أي مكان في العالم، يمكن أن تقوم ثورة لقتل الشعب الذي هي تخرج منه؟ هل الثورة تقوم بتخريب المنشآت وتخريب المدارس وضرب الأطفال وضرب الشباب وضرب النساء بدون تمييز وبدون معايير وتخريب المنشآت الاقتصادية؟ هل الثورة تفعل ذلك؟ إذا كانت هذا هو مفهوم الثورة فلتسقط هذه الثورة بكل تأكيد. ليست هذه الثورة الذي نعرف نعم ما معنى الثورة. الثورة هي عمل إيجابي لمصالح الشعب الذي تقوم من أجله الثورة، وليست الثورة هي تخريب وتدمير الوطن. هذا الذي يتم ليس ثورة، إنما هو جزء من المخطط للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وقد قالتها الولايات المتحدة، لكن الناس لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا فقد اغتصبت إرادتهم أو سلموا إرادتهم للولايات المتحدة الأمريكية. هذا جزء تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي به الأمة العربية وتنهي به القومية العربية والامتداد العربي المتواصل الذي يمكن أن يكون في صالح الشعب العربي في كل إقليم من الأقاليم العربية. فهذه ليست ثورة، هي جزء من هذا المخطط الذي يخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني والمصالح الصهيونية في المنطقة، فضلا عن خدمته للمصالح الأمريكية. تمام. يعني فضل أحمد، بما أنكم زرتم سوريا في القريب العاجل ورأيتم الحال على أرض الواقع، ما هو الحال على أرض الواقع؟ وما هي الجماعات التي تقتل الشعب السوري إذا كان ليس للنظام يد في هذا القتل وهذا التدمير الذي تشهده سوريا الآن؟ النظام يقاتل في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية. لا يمكن للنظام بأي حال، مش ممكن أي نظام في الدنيا في العالم منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وحتى هذه اللحظة وحتى أن تنتهي هذا الخلق، لا يمكن أن أي نظام يسمح ويوافق على أن بلاده تدمر وبلاده تخرب ويتم الهجوم عليه من الخارج بالسلاح وبكل أنواع السلاح، ويتم تمويل هؤلاء المرتزقة وهؤلاء الإرهابيين لقتل الشعب السوري كما قلت، وتخريب وتدمير الوطن في سوريا، منشآت ومدارس ومستشفيات ومؤسسات ملك الشعب السوري. لا يمكن أن يكون هذا ثورة بأي حال من الأحوال. الثورة للبناء، الثورة تبني، تخطط لمصلحة الوطن ومصلحة الشعب الذي تقوم فيه الثورة. يعني إذا من قتل هؤلاء؟ قتل هؤلاء الدفاع. أولا المقتولين مين؟ المقتولين من جانب الشعب، من جانب الجيش العربي في سوريا، هم أعداء الوطن، هم الآتين من خارج الوطن، هم الذين تمولهم قطر، وهم الذين تدربهم الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، وهم الذين تمولهم أيضا وتدربهم ويدربهم الكيان الصهيوني. هؤلاء هم القتلة الحقيقيين وليس النظام السوري. النظام السوري يدافع عن الشعب وليس ولا يدافع عن ولا يقتل أهله. لو أن النظام السوري يريد قتل السوريين ما كان يمكن أن يكون لما يسمى بالجيش الحر مكان على الأرض السورية، لكن النظام السوري لا يريد قتال هؤلاء في داخل البيوت وفي داخل الشوارع، لأنه معنى أن يقتل هذه الجماعات في داخل القرى وفي داخل الشوارع التي يعبثون فيها معناه أنه هيقتل جزء من الشعب السوري، والنظام لا يرغب في ذلك ويرفض ذلك ويأبى أن يفعل ذلك حفاظا على الشعب السوري الحقيقي. هل هناك حياة في سوريا الآن؟ حياة هناك إيه؟ هل هناك حياة في سوريا الآن؟ أما تشهد سوريا هو مزيج من القتل والدمار؟ لا 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 لا، غير صحيح، غير صحيح. أنا زرت سوريا مش مرة واحدة، مش دي آخر مرة، مش دي أول مرة اللي قامت الدنيا عليها ولم تقعد، يعني أنا دي مرة ضمن عشرات المرات. خلال الثورة؟ خلال هذا الذي يتم، مش ثورة، هذه ليست ثورة أصلا. تمام. خلال هذا التدمير الذي المخطط له من الخارج، هل إذا كانت هذه ثورة، هل يمول الثورة الحقيقية حمد بن جاسم وحكام خطر؟ هل يمول الثورة الحقيقية الكيان الصهيوني؟ هل يقوم بتدريب الثورة الحقيقية الصهاينة والأتراك؟ لا يمكن أن نسميها ثورة. أنا في آخر مرة كنت في سوريا، وده من تقريبا 20 يوم،
كنت بسهر مع أصدقائي من السوريين على المقاهي وفي المطاعم وفي غيره حتى الثانية صباحا، ثم أعود إلى الفندق. في حياة كاملة موجودة، أنا أقول هذا وأنا يعني شاهد عيان. طبعا في اقتتال في قرى بعيدة، على في حلب، في حمص، في دير الزور، في اقتتال من مع الجماعات التي أقول عنها أنها الإرهابية والمرتزقة، في اقتتال طبعا، في اقتتال لحماية الشعب. انما في حياه كامله، في حياه كامله، في ظروف اقتصاديه صعبه، ايوه في ظروف اقتصاديه صعبه نتيجه الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا. للاسف الشديد ان الجامعه العربيه شاركت في هذا الحصار، او ما يسمى الان بالجامعه العربيه او نبيل العربي، شاركوا في هذا الحصار الى جانب الولايات المتحده الامريكيه ومن ائتمر بامرها في اوروبا الغربيه. في ظروف اقتصاديه صعبه. يعني الى هل ما زال النظام السوري صامدا الى الان، والى متى سيظل صامدا؟ الى ان يطهر الارض سيظل صامدا. النظام السوري صامد بالفعل. انا التقيت بالرئيس بشار الاسد، وكنت اتصور ان هشوف، ومش اول مره التقي بالرئيس بشار الاسد. التقيت بالرئيس بشار الاسد مرات عديده قبل هذه الاحداث الاجراميه التي تحدث على الارض السوريه. في هذه المرة لقيت وجدت رجل أكثر صلابة، أكثر فهما للموضوع، يدرك تماما أن هذا جزء من المخطط الأمريكي التي أسمته أمريكا الفوضى الخلاقة، والتي أسموه أيضا بوش وكونديليزا رايس بما يسمى بالشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الجديد. كل هذه المؤشرات التي بعثتها وتحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، والحكام العرب للأسف الشديد لا يفهمون، لأنهم لا يستطيعون فعل شيء، لأنهم سلموا إرادتهم للولايات المتحدة الأمريكية علنا. وإلا سميني ماذا حدث في العراق؟ ماذا حدث في العراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية جاءت إلى العراق تحت زعم أن هناك نووي، وأن هناك كيماوي، أسلحة كيماوية وأسلحة نووية، ولا يكون هناك أي شيء من هذا الموضوع. لكن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت المخطط منذ سنة 1990 في العراق، حصار العراق، ضرب العراق واحتلالها سنة 2003، في مارس 2003، ثم أتى الأمر على باقي الدول العربية، في تونس، في ليبيا، في مصر الآن. هذا جزء من مخطط الولايات المتحدة الأمريكية، وكما قالت كونديليزا رايس أن مصر هي الجائزة الكبرى، وكما قالت أيضا كونديليزا رايس أنه سوف نفعل في الوطن العربي ما يسمى بالفوضى، بس هي آلة الخلاقة ولكنها فوضى مدمرة ستأتي على الأخضر واليابس إذا لم تتنبه الجماهير العربية في كل قطر من أقطار الوطن العربي وفي مصر أقطار الدول. اسمح لي أستاذ أحمد، كيف تقيم موقف مصر تجاه القضية السورية بكل مسمياتها؟ سميت ثورة، سميت محاولة لإسقاط النظام، سميت محاولة لإسقاط الكيان العربي بإكماله، كيف تسمون هذا، كيف تخمنون موقف مصر تجاه هذه القضية؟ المخطط الأمريكي الأصل فيه أنه مبني على جماعات تستقطبهم من الولايات المتحدة الأمريكية. في رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن ما يسمى بجماعة الإخوان في الوطن العربي، وهي جماعة لها تنظيم دولي وهي هي الأكثر قدرة على إدارة البلاد لصالح مخطط الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أي كلام قيل من محمد مرسي وجماعته حول ما يحدث في سوريا هو كلام مرتبك لا يفهم، وهذا كلام على مسؤوليتي الشخصية، لا يفهم معنى الوطنية، ولا يفهم معنى العروبة، ولا يفهم حتى معنى الإسلام. لأن الذي قال عنه محمد مرسي في أكثر من مناسبة عن أنه لابد من محاكمة بشار الأسد كمجرم حرب، بشار الأسد الذي يدافع مع جيشه، مع شعبه وتماسك شعبه، والذي يدافع عن سوريا، وفي رأيي أنه يدافع عن شرف الإنسان العربي في مصر قبل أن يكون في سوريا.
انا عايز بس اقول لك حاجه مهمه جدا يعني. بشار الاسد راح له مندوب من بوش قبل اوباما يعرض عليه ثلاثه امور. الاول ان يتخلى عن موقفه وعلاقته بايران. الثاني الا يدخل روسيا الاتحاديه في المياه الدافئه مره اخرى. الثالث ان يتخلى عن المقاومه في فلسطين حتى ينأى بنفسه عن ما سوف يجري في المنطقه العربيه. رفض بشار الاسد كل ذلك لانه يفهم تماما انه جزء من هذا الوطن وجزء من هذه الامه، وان شرفه السياسي وشرفه العسكري وشرفه القومي يدعوه الى ان يكون صاحب موقف اساسي للدفاع عن هذه الامه وهذا الوطن. لكن استاذ احمد الذي يظهر على الساحه ان بشار دكتاتور، الذي يظهر ايضا تجاه المصريين الان، المصريون يفهمون الان ان ما يحدث في سوريا هو شبيه لمحاولات او لثورات ما يسمى بثورات الربيع العربي، وان مصر يعني من بدات بعد تونس هذا المسلسل من الثورات وانه انتقل الى سوريا. فيعني كيف نفهم المصريين وكيف نفهم العالم ما حقيقه ما يحدث في سوريا، وخاصه ان كل وسائل الاعلام تبث وتشاهد وترى ان بشار ما هو الا رجل دكتاتوري يحاول قتل شعبه. يعني ايه بمعنى دكتور؟ انا شرحت يعني ايه ما يقوم به الجيش العربي السوري والجيش والشعب السوري في مواجهه هذا الارهاب الوارد اليه من الخارج على ايدي مرتزقه وعلى ايدي ارهابيين، وما يسمى بجبهه النصره وما يسمى بالقاعده تنظيم القاعده وما يسمى الاصل في الموضوع ان الجماعه الاخوان في سوريا كانت راس حربه في هذه الحرب كما كانت راس حربه في تونس. هي في مصر لم تكن هي راس الحربه، في مصر الشباب العربي، الشباب الواعي، الشباب المدرك لاحتياجات الوطن واهميه التغيير في مصر، والذي خرج يوم 25 يناير ثم ركبته جماعه الاخوان وبعض القوى الانتهازيه حتى سلمنا البلاد الى ما ارادت الولايات المتحده الامريكيه مع جماعه الاخوان. الشعب المصري عليه ان يعرف جيدا ان ما يحدث في سوريا هو جزء من هذا المخطط الذي يحتاج الى تدمير الامه العربيه والوطن العربي لصالح الكيان الصهيوني ولصالح المشروع الصهيوني والامريكي في المنطقه. ما حدث في ليبيا على سبيل المثال هل كانت صعبه؟ حينما يتدخل حلف الناتو، حلف شمال الاطلسي، خلينا نسميه باسمه الحقيقه، حلف شمال الاطلسي يتدخل لضرب ليبيا شعبا ومؤسسات وجيشا وكل القوى الليبية وتقسيم ومحاولة تقسيم ليبيا. الآن ليبيا تعيش معركة داخلية وحرب أهلية في داخلها. سوريا. وبالتالي برنارد هنري ليفي كان مع صوار ليبيين جوه وهو اقنع ساركوزي بضرب ليبيا وقال الكلام ده في تل ابيب ان اقنعت ساركوزي بضرب ليبيا معلش الاسد والتاني سوريا. طيب يعني هل تعتقد ان قطر التي تنتمي في احضان الكيان الصهيوني ولها علاقات قويه جدا في مع الكيان الصهيوني وما يسمى بمحطه الجزيره القطريه، اتكلمنا عن الاعلام تمام، الاعلام هذا يقوم بتشويه الحقائق في كل ما حدث في الوطن العربي، والاعلام يعني له تأثير كبير جدا طبعا على عقول الناس البسطاء وعلى عقول حتى كثير من المثقفين وكثير من الوطنيين الحقيقيين، لكن للأسف الشديد أننا ننساق وراء إعلام موجه وإعلام له دور في العملية المخطط الأمريكي. نحن نعيش مرحلة في غاية الخطورة. أنا أقول لك حاجة مهمة جدا، أن هذه الجماعات راهنت على ثلاثة أمور أيضا في سوريا. الرهان الأول أن يتفكك الشعب السوري ويتصادم الشعب السوري. سوريا عبارة عن كيانات عرقية وكيانات طائفية وكيانات مذهبية كثيرة جدا أكثر مما تتصور. فراح فخسروا الرهان لأن الشعب السوري أدرك أن هذا أمر
يحتاج الى او يبغي تدمير هذا الشعب بكل مكوناته. ولم ينهار الشعب السوري ولم يصطدم الشعب السوري فيما بينه وبين بعض بين انفسهم، ولم نسمع عن اي حادث طائفي او اي نعره مذهبيه الا من جماعه ما يسمى بالجيش الحر والجماعات المرتزقه اللي بيضربوا سوريا. الرهان الثاني هذا الرهان فشلوا فيه، خسروا الرهان ان يتفكك وتقوم حرب، تفكك المجتمع السوري وتقوم حرب اهليه بين السوريين بعضهم من بعض. الرهان الثاني ان يحدث تفكك في الجيش العربي في سوريا، الجيش العربي في سوريا كما كان الجيش المصري، واظن انه حتى الان هذا الجيش العظيم له عقيده اساسيه هي عقيدة وحدة الوطن والقتال في مواجهة أعداء الوطن وليس القتال في داخل البلاد. ولذلك الجيش السوري لم يتفكك، هرب بعض الناس، هرب بعض القادة، بعضهم أنا أعرف بعضهم هرب نتيجة مصالح كثيرة جدا، بعضهم أفراد مش انفصال. وفشلوا في هذا الرهان ايضا ان الجيش السوري لم ينقسم ولم ينهار. الرهان الثالث هو اعصاب وقدرة بشار الاسد على التماسك في مواجهة هذه الاحداث جميعها، في موجه على سوريا 130 محطة تلفزيون موجهة ضد سوريا، ضد بشار الأسد، ضد الجيش السوري، ضد الشعب السوري، نحن مع الشعب السوري بكل مكوناته، نحن مع انتصار الشعب السوري ثم يجلس بعد ذلك ويتحاسب ثم يجلس بعد ذلك ويرتب أوراق الأمور في الداخل. بشار الأسد لم ينهار ولم يتخلى عن واجبه الوطني ولم يتخلى عن شعبه، واستمر واقفا على قدميه يواجه كل هذه التحديات، ففشلوا في الرهانات الثلاث، والآن هم في موقف لا يحسد عليه. الآن تتراجع حتى الذين كانوا يؤيدونهم بشراسة كبيرة جدا، السعودية كانت تؤيدهم وتمولهم، قطر ما زالت تؤيدهم وتمولهم، تركيا ما زالت تدرب بعضهم لأن يعني لها أطماع في المنطقة ما يسمى بدولة الخلافة العثمانية، واخد بحيتك في المنطقة العربية كلها. كل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعيد بعض حساباتها، فرنسا وبعض الدول الأوروبية بدأت تعيد بعض حساباتها، لكن في أمر مهم جدا في الموضوع، لأن سوريا أصبحت الصخرة التي سيعاد عليها العالم يعني إدارة العالم كله، يعاد عليها تقسيم العالم، يعاد عليها على أساسها النفوذ العالمي، بدلا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة المنفردة بالعالم، لا، بدأت تكون روسيا. ويعني وأنا من خلالكم بحيي الشعب السوري وقائد روسيا بوتين، فلاديمير بوتين، ومن قبل رئيس الوزراء الآن، وأحيي موقف الصين أيضا، أحيي موقف إيران أيضا، الذين يساعدون ويقفون إلى جانب الحق والعدل في القانون الدولي، حتى مش بس حق والعدل بالنسبة لسوريا، لكن هم يقفون إلى جانب العدل في القانون الدولي، ويقفون إلى جانب إعادة رسم الخريطة الدولية مرة أخرى حتى لا تستمر الولايات المتحدة هي المنفرد الوحيد بالسياسات الدولية.